يا حبيبي يا مروان. صباح الخير يا حياتي، انتي طالق. نفسك شوية يا حبيبتي، انتي لحد دلوقتي واخدة تلات حقن يا هيدي، وبرضه ضغطك مش راضي يتظبط. انتوا بس شكلكوا كان حلو وزيادة في الحفلة مش أكتر، فهو أكيد في حاجة غلط. نو واي، أنا متأكدة إن هو أكيد يا إما بيهزر معاكي هزار بايخ أو عامل فيكي مقلب سخيف يا حبيبتي. مش قادرة أفهم. أنا ما علمتكيش كده يا هايدي. فاكرة أول يوم ليكي في الشركة لما شاورتلك على مكتبي وقلتلك ده هيبقى مكتبك؟ فاكرة أول درس قلتهولك إيه؟ إن ما ينفعش تتخذي أي قرار في أي حاجة سواء بالقبول أو الرفض إلا ما تدرسي الحالة المتعلقة بالقرار ده. أنا ما بقولكيش ما تزعليش، بس عشان خاطر أجلي الحزن ده شوية لحد ما نعرف ايه سبب الحكاية دي. اوكي روح بابي. ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان الى الجار وليس ضربه او بطحه يا اخت كوريا. دي روسية مولانا مش حوار يعني. فيها ايه؟ وان الاحسان الى الجار ليس بالتعرض لفتاة في ليلة بهيجة امام من يسوى ومن لا يسوى يا اخ سلومة. انا ما تعرضتلهاش يا مولانا. انا فيش بيني وبينها حاجة غير حوار البيت والفلوس اللي أم تلاقي لها إلا الله عارفاه. أنا ما قلت لها هي وأمها قبل ما تتسجن، يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس أم البيت اللي هيقع على دماغة أم اللي خلفه أمنا ولا حياة اللي مات ولادي وفي الآخر جاية تصرف على المحل. كنت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الأمور أنت؟ بصفتك إيه؟ هي مش مخطوبة لشحط قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا. ولا انت ما بتتكشفش على الرجاله؟ وبعد لا تغضب لا تغضب يا اخي سلومه. انت شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلها بسناني. ده همك بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا خويا، زي الواد ابني ده ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار، عيال مراقيع. يعني هما شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكا عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا يا طب يا جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكا، كوني محضر خير. فليأكل خيرا او ليصمت، فليأكل خيرا او ليه؟ ليصمت. يا عم الشيخ يا عم الشيخ، ده انا وليا غلبانه ومن كسرى وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف عقبال اللي يستاهله، ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي. اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض طلع 10000 جنيه ولا يعني اسيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل رقاصه؟ اشتغل رقاصه مش عاوز بالله يا اخت كوريا. اهزي يعني يا مولانا؟ اهزي يا كوريا. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. ومن يرضى لاختي من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه؟ قم يا اخ سلومه، قم ولا تتكبر على الله وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ؟ تعوز تتعلم عليا؟ فانا راجل كسار مال وهدومي، وفي الاخر حب على راسها جاك يكسر راسها واللي شددولي كمان. ايه ده على راسها؟ صلوا على النبي يا عم متحف لشراح. هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في اهلي ولا رد فيه، اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. هنشق خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم من لحم الحمير الذبيح. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها؟ وبكام الله لو ما كنت بتقوم تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مش هردلك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى؟ احب راسها. فين راسها؟ بصها من بعيد ما تلمسهاش. We'll be right back.
الحمد لله على السلامة يا روحي. الله يسلمك يا حبيبي. شفتي بقى طول ما انت معايا هتكسب ازاي؟ ما انا معاك اهو، وسبت كل حاجة عشان خاطرك انت. بس مروان اوعى في يوم من الايام تخليني اندم على اللي انا عملته ده. تندمي؟ تندمي ايه يا خيلانة بنتي؟ انت مع مروان دايما كسبان. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا كاريا؟ انا جايب البضاعة بنفسي. ربنا يخليك يا باشا. تسلم. تسلم يا باشا. ايوه تمام يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، ما تنزل لنا في الفلوس بقى شويه والنبي. وانت بتدفعي يا كوريا ليه كده يا باشا؟ انت نسيت الاتفاق اللي بينا ولا ايه؟ ده تقدع حاجه فيك موضوع الشوكوك ده. وبعدين يا باشا ده انا عامله لك صيت في الحاره رهيب، ده كل النسوان الحاره عارفينك. ده انا معلقه صورتك هنا في المحل، حتى بص اهي مفيش وليه بتخش هنا ما بقولهاش ده صاحب الكريمات. خلاص يا كوريا بيعي ونتحاسب بعدين. ماشي يا باشا ربنا يخليك. سلام عليكم. سلام عليكم. معلش يا مدام ما كانش قصدي. مدام ايه ومش مدام ايه؟ مش تفتحي. معلش. اوعى بنت يا شيماء انت هتطفشي لنا الزباين واحنا لسه بنقول يا هادي. معلش يا اختي اصلها لسه جديد، انا اغسله لك بنفسي. اوعى بنت. ايه يا اختي ده؟ انت بتحط على شعرك غيره وانت بتسرحي؟ بقاله كام سنه ما اتغسلش ده؟ بالراحة يا كوريا على شعري هيتقطع في ايدك. يوه ملبك اعمل ايه طيب؟ اه بتصرخي ليه دلوقت وانا جيت ناحية عينك؟ ما هو اللي مشبك في بعضه زي سلكة المواعيد. معلش اهو سلك اهو خلاص سلك. تعالي بقى يا بنت شيمو كملي، بس ما تجيش بقى ناحية عينيه، عايزاها تخرج من هنا نظرها ستة على ستة. ها؟ حاضر يا اسطى. يلا. بصي بقى يا اختي، ان شعرك شكله مهري من المكوى، لو كونات هيشيط. هيشطط كده وتروفه هتقف وتبقى عامله زي اللي حاطه صباعها في الكوبس الكهربي. اعمله لك بلا. طب انا عايزه اروح، خرجني من هنا، انا مش عايزه اقعد في المستشفى، انا مش عيانه. حاضر حاضر، هنسال الدكتور دلوقتي اذا كان ممكن تروحي ولا لا. انا شايفه انها تفضل هنا شويه احسن، او تروحي اي مكان تغيري فيه جو وتغيري مودك. البيت لا، لو روحتي البيت هيجرى لك حاجه يا هايدي. ازيك يا هايدي؟ وصلت لمروان؟ عرفت منه حاجة؟ مروان؟ مروان هرب. هرب هو ونجوان. ايه؟ وحاول $50 مليون فلوس القرض اللي أخده من البنك باسم هايدي، ضمان شركتها ووصولها وممتلكاتها، وحولهم على حساب بره مصر. انت بتقول ايه؟ انت عرفت الكلام ده من ايه؟ عرفت الكلام ده من البنك ومن المطار. البنك بدأ ياخد إجراءاته علشان يتحفظ على ممتلكات مروان وهايدي. أنا جيت عشان أطمن عليكي، بس للأسف لازم أمشي بسرعة عشان أتابع بقية الإجراءات. خلي بالكم منها. خرجني من هنا، خرجني من هنا، أنا مش هقعد هنا ولا لحظة. خرجني بقول لك، أنا عايز أهرب من هنا. حاضر حاضر.